مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بحضراتكم في كل مكان. يعني خبر حزين على الوسط الفني كله، وهو خبر وفاة الفنان تامر ضيائي الذي توفى منذ قليل. واعلن الخبر الفنان محمد علي رزق على حسابه بموقع الفيسبوك، وكتب: لا حول ولا قوة الا بالله، صديقي واخويا الكبير عشرة عمري تامر ضيائي في ذمة الله. الله يرحمك يا تامر ويجعلك من اهل الجنة ويعوضك عن تعبك في الدنيا. نسألكم قراءة الفاتحة والدعاء له بالرحمة والمغفرة. كان الفنان تامر ضيائي قرر كتابة قصيدته في شهر مايو الماضي على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وده بعد ما تعرض مؤخرا لجلطة وتلقى العلاج داخل أحد المستشفيات. وقال ده بوست وصية، ده هيفضل باين على صفحتي لحد ما أموت. كتب كمان تامر ضيائي: الحقيقة اللي كلنا عارفينها ومتأكدين منها إننا كلنا ربنا كاتب لنا إننا نموت في ميعاد محدد غير معروف، وعشان كده كتبت الكلام دوت، لاني محتاج حاجات معينه تتعمل وحاجات خايف تتعمل، وانا مش عايز حد يعملها لمجرد انها معروفه، ووقتها طبعا مش هعرف اقولها لحد. هذا وشارك الفنان تامر ضيائي خلال اعمال عديده اشتهر من خلالها بموهبته، وكان اخرها مسلسل عمله نادره، وهو من تاليف مدحت العدل واخراج مندو العدل وانتاج شركه العدل جروب للمنتج جمال العدل، وكان من بطوله الفنانه القديره نيلي كريم وجمال سليمان وجمانة مراد وأحمد عيد وكمال أبو ريا وفريدة صف النصر وندى موسى ومحمد لطفي وعلي الطيب ومريم قشت وهشام عطور، وكمان شارك في بطولة العمل نهى صالح ومحمد فهيم ورمزي العدل وقام مجدي، ده بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين الشباب. إذا مرة أخرى توفى الفنان تامر ضيائي منذ قليل، وأعلن الخبر الفنان محمد علي رزق على حسابه بموقع الفيسبوك وكتب: لا حول ولا قوة إلا بالله، صديقي وأخويا الكبير عشرة عمري تامر ضيائي في ذمة الله. الله يرحمك يا تامر ويجعلك من أهل الجنة ويعوضك عن تعبك في الدنيا. نسألكم قراءة الفاتحة والدعاء له بالرحمة والمغفرة. وكان الفنان تامر ضيائي قرر كتابة وصيته في شهر مايو الماضي على حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وقال: إن أنا كتبت الكلام دوت بعد طبعا ما هو تعرض مؤخرا لغلطة وتلقى العلاج داخل احد المستشفيات، ونشر وكتب ان ده بوست وصيه وهيفضل باين على صفحتي لحد ما اموت. وقال كمان في المنشور اللي نشره على صفحته الرسميه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: الحقيقه اللي كلنا عارفينها ومتاكدين منها اننا كلنا ربنا كاتب لنا اننا نموت في ميعاد محدد غير معروف، وعشان كده كتبت الكلام دوت لاني محتاج حاجات معينه تتعمل وحاجات خايف تتعمل، وانا مش عايز حد يعملها لمجرد انها معروفه، وقتها طبعا مش هعرف اقولها لحد. في النهايه طبعا يعني ربنا يغفر ويرحم الفنان تامر ضيائي، كان احد الفنانين المميزين الحقيقه اللي شارك في الاعمال الفنيه العديده في الدراما والسينما المصريه. نسالكم طبعا في نهايه المطاف يعني ان تشاركوا في دفاتر العزاء الموجوده على موقع اليوم السابع، وعن طريق ايضا هذا وهذه التغطيه اللي بنقلها لحضراتكم من شاشه تلفزيون السابع تقدروا تقدموا التعازي للفنان تامر ضيائي. بشكركم على حسن المتابعه والى اللقاء.